بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة جديدة من فوائد قرآنية، ونحن في الصفحة الخامسة من صفحات المصحف الشريف من الآية 25 إلى الآية 29 من سورة البقرة، نقرأها برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في السماء جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فوائد هذه الصفحة أيها الكرام: أولا، من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى. ثانيا، الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدق ويطلبونها بحق. ثالثا، من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله بوصله وسعيهم بالفساد في الأرض. رابعا، الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض.
هذا ما تيسر إراده وتوفر إعداده وأعان الله على ذكره. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.